هاني وهبه استاذ مساعد قسم التغذيه بالمركز القومي للبحوث. تحياتي ليك يا دكتور هاني. اهلا وسهلا كابتن اسامه. كان معايا على التليفون من شويه الدكتور اسامه غنيم، وكلمنا عن المكملات الغذائيه، كلمنا عن المنشطات واضرارها. عايز اسمع راي حضرتك، خاصه كمان ان الشباب بدات تتجه اتجاه كبير خلال الفتره اللي فاتت ناحيه المكملات الغذائيه. الشاب عايز يعمل جسم وعايز يعمل بادي بيلدينج، فالنهارده بيتجه للمكملات الغذائيه والمنشطات. عايز اكتر يعني اتعرف من حضرتك على اضرار الكلام ده. طيب عايزين الاول قبل ما نقول اضرار وفوائد لازم ان احنا نفرق الاول ما بين المعنى والمفهوم بتاع المكمل الغذائي ومعنى ومفهوم المنشط. تمام. المكمل الغذائي هو في الاخير مغذيات، سواء بروتين او كربوهيدرات او فيتامينز او مينرالز. تمام. ولكن بتبقى متواجده في صوره باودر او في صوره سوائل ليكويدز يعني. تمام. ليها غرض طبعا الصوره دي كلها. ان هي الجسم يمتصها بشكل اسرع. وبالتالي انها تقوم بدورها بالنسبه للرياضي بشكل اسرع. بحيث انها تسرع لي عمليات الاستشفاء العضلي بشكل اسرع. لان لازم نبقى عارفين ان مكونات الوجبه الغذائيه هي نفس مكونات المكمل. طب هل ممكن يستعوض اللاعب بالاكل الطبيعي افضل من الباودر او الليكويد؟ والله على حسب نوع اللعبه اللي بيمارسها الشخص ده. لو هو يعني ما هواش بيمارس الرياضه بشكل احترافي، يعني انا بروح جيم وبتمرن عشان اعمل رياضه وشكل لنفسي انا، وبحيث ان انا اعمل شيب كويس، نقدر نقول ان بالاكل هيقدر يسد احتياجاته. تمام. ولكن لو جينا للعيب اللي هو بيمارس الرياضه بشكل احترافي، بيخش البطولات، بيشارك في ايفنتات كبيره، ايفنتات دوليه، لا، مفهوم المكملات الغذائيه بالنسبه له مهم جدا. تمام. لازم يتناول المكملات الغذائيه ولكن تحت اشراف مختص. تحت اشراف مختص. تحت اشراف مختص. مختص، تمام. كلام مهم. ليه تحت اشراف مختص؟ لان المختص بيبتدي يشتغل بالمكملات بمعناها الحرفي. ان احنا بنبتدي نشوف اللاعب وحداته التدريبيه شكلها ايه. تمام. نبتدي نحدد هو بياكل ازاي. ونبتدي نستخدم المكمل بمعناه الحرفي، ان انا بكمل احتياجاته. تمام. بهذا المكمل. تمام. فمين اللي يقوم بالدور ده علشان نكون مختص في امان ونتجنب الاضرار اللي الناس كلها متخوفه منها؟ ان احنا نلجا للمختص. تمام. ده الموضوع بمنتهى البساطه. يعني انت النهارده الشاب اللي بيدخل من نفسه او من تفكيره او بيقلد حتى واحد زميله شايفه في صاله جيم انه هو يروح ياخد الحاجات دي من نفسه، فده خطا، لازم يرجع لمختص الاول عشان يكتب له على الكلام ده. بالظبط، ده اللي احنا عايزين نوصله لشبابنا. تمام. يا جماعه المدرب الموجود في اي صاله جيم ما هواش مختص ولا منوط بيه اصلا ان هو يتكلم او يوصف مكمل غذائي. تمام. توصفه على اساس ايه؟ انت بتوصفه بناء على تجربتك الشخصيه انت. انت لما كنت بتتمرن كنت بتاخد ده. طب الشخص اللي قدامك مش انت. في احتياجات، في وحدات تدريبيه مختلفه، في عوامل وراثيه مختلفه. وهكذا. تمام. فما نقدرش نقول بشكل مطلق المكمل مضر، ولكن طريقه استخدامه، الشخص اللي هيقوم بوصفها لابد ان يكون مختص. تمام. ومصر دلوقتي يعني ما شاء الله، يعني هي دوله مؤسسات. احنا دلوقتي ما شاء الله عندنا يعني كوادر كتيره جدا، مؤسسات كتيره جدا موجود فيها المختصين دي. المعهد القومي للتغذيه، قسم التغذيه بالمركز القومي للبحوث. يعني الجهات دي كلها فيها كوادر قادره ان هي تقوم بهذا الدور والتوعيه بالنسبه لشبابنا ومختصين. طيب الدور الرقابي يا دكتور، عايز اروح للدور الرقابي من وزاره الشباب على صاله الجيم، وايضا الدور الرقابي على الصادرات الموجوده داخل الجيم اللي بتبيع الحاجات دي، لازم يكون في دور رقابي ايضا من وزاره الصحه على الاشياء دي، مظبوط كده؟ والله انا بشوف ان اكتر من الدور الرقابي هي توعيه شبابنا. توعيه. ده الاهم. الوقايه زي ما بيقولوا خير من العلاج. لازم كل واحد برنامج، يعني زي البرنامج اللي حضرتك بتقدمه، نوعي شبابنا. تمام. ندوات من خلال الجهات والمؤسسات الرياضيه توعي وتفهم معنى ايه مكمل، معنى ايه منشط. المنشط في الاخر بقى ده مكونات كيميائيه لا تمت للمغذيات باي صله، لا هي فيتامين ولا هي بروتين ولا هي مينرالز،
ولكن بتقوم بتحسين الأداء. وبتتقسم هذه المنشطات لمجموعات كتيرة جدا، هرمونات، محفزات، محفزات هرمون، مدرات بول، أنواع من الكيماويات بتبتدي تحسن أو تقلل من نبضات القلب علشان تحسن من الكفاءة الفسيولوجية لعضلة القلب. تمام تمام. كل ده غرضه علشان المجهود يزيد، يزيد والأداء يعلى. دي بشكل مطلق محرمة. طيب يعني النهارده الدكتور هاني مع المكملات الغذائيه، لكن لازم ترجع لمختص طبعا، لكن المنشطات ليس بشكل مطلق. مش ليس بشكل مطلق، لازم ولازم كمان ترجع للمختص الدكتور هاني وهبه، استاذ مساعد قسم التغذيه بالمركز القومي للبحوث. شكرا جزيلا لك. على ما اعتقد كده الصوره وضحت، دكتور اسامه والدكتور هاني بايده